بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله عز وجل أن يتولانا برحمته وأن يكلأنا بحفظه وأن يصلح لنا أهلينا وذرارينا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يختم لنا جميعاً بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للإسلام وأن شرح صدورنا للإيمان وأن وفقنا وأن نكون في هذا الزمن المبارك في بيته الحرام، فنسأله جل جلاله التوفيق وأن يأخذ بأيدينا لطاعته واغتنام أيام طاعته. وهذه نعمة عظمى أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، فإن الله عز وجل أوجب هذه العبادة على المستطيع من المسلمين، وأن يفارقوا أوطانهم وديارهم وأعمالهم وأن يقصدوا بيت الله الحرام، بينما بقية أركان الإسلام يؤديها الإنسان في مكانه وفي داره وبين أهله، سوى هذه العبادة وهذا الركن العظيم الذي يحتاج الإنسان لأدائه أن يقصد بيت الله جل جلاله. والله عز وجل قال في القرآن العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه رحلة مباركة وسفرة طيبة، هي أبرك سفرة على الإنسان، خصوصا إذا ما وفق لنية صالحة وإذا ما وفق لعمل صالح في هذه الأماكن المقدسة المطهرة، فيكون حاز على غنم عظيم وحقق أعظم غايات وجوده في هذه الدنيا، وهي عبادة الله عز وجل. والحاج في سفره إلى بيت ربه جل جلاله كم يقف على قضايا ومعالم تزيد في إيمانه وتملأ قلبه طمأنينة وراحة وثقة بربه سبحانه وتعالى وفرحا بما هداه له من هذا الإسلام، لأن الوقوف على معالم الهدى في هذا المكان في هذا البيت العتيق من أعظم ما يؤثر على نفس الإنسان وعلى بناء هذا الإيمان وعلى تزكية النفس. والله عز وجل جعل تزكية النفس أمراً عظيماً، والوصول إليه له فائدة كبرى، لذلك أقسم الله عز وجل على قضية التزكية قسماً في كتابه الكريم عظيم، فأقسم الله عز وجل إحدى عشر قسماً متتابعاً في مكان واحد في القرآن، وما تكرر هذا القسم بهذه الطريقة
في القرآن كله، وكان جواب القسم هو فلاح الإنسان في زكاة نفسه، وهذا نجده في صدر سورة الشمس وضحاها، حيث أقسم الله عز وجل بالشمس وأقسم بضحاها وأقسم بالقمر إذا تلاها وأقسم بالنهار إذا جلاها وأقسم بالليل إذا يغشاها وأقسم بالسماء ومن بناها وأقسم بالأرض ومن طحاها وأقسم بالنفس ومن سواها. فتلك الآيات تضمنت هذه الأقسام كلها، وجواب القسم هو في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه السفرة المباركة لها أثر عظيم على تزكية نفس الإنسان، خصوصا إذا التزم الإنسان فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسكه وفي أدب التعامل مع من معه ومع هذه المشاعر المقدسة، وكذلك إذا تأمل في هذه الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البلد الحرام، فكل ذلك مما يعين الإنسان على تزكية نفسه. وليس شيء أعظم على تزكية هذه النفس من أن يفتح الإنسان على قلبه باب العلم بربه جل جلاله، العلم بخالقك سبحانه وتعالى وما له من صفات الجلال وما له من الأسماء الحسنى وما له من عظيم الأفعال وما له من الأثر الكبير في هذا الملكوت كله. فإن الإنسان إذا أدخل هذا العلم على نفسه كان هذه هي البوابة الرئيسة التي بها تزكو النفس. والله عز وجل جعل في هذا البيت العتيق آيات مبينات وبينات عظيمة تكون عوناً للإنسان على أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. فلذلك النظر إلى البيت والتأمل في هذه الكعبة ثم التفكر في تاريخها والتفكر في عطايا الله عز وجل لهذا البيت وكيف أنه عطف قلوب العباد نحوه آية عظيمة لا يطيقها إلا الذي خلق العباد وخلق القلوب وجعل لها ميلاً وصدوداً، وأنه أمال القلوب نحو هذا المكان. فإن هذا من أعظم الأمور التي إذا تفكر فيها الإنسان امتلأ قلبه تعظيماً وإجلالاً لربه جل جلاله. ولذلك يشعر الإنسان بالفرح أنه جاء في طاعة هذا الرب العظيم الذي أمال هذه القلوب منذ أن وضع هذا البيت، وسيبقى ذلك ما بقي هذا البيت. ثم يفرح الإنسان فرحاً عظيماً أنك كنت أنت واحداً من هؤلاء الذين عطفت قلوبهم نحو هذا البيت، وكم ممن صد الله قلوبهم وصرفهم عن بيته العتيق. فيحمد الإنسان ربه جل جلاله أن جعله من هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لهذا العمل ولتلك الرحلة المباركة الطيبة. فإذن التأمل في البيت وتلك الآيات سيجعلك تفرح فرحاً عظيماً بهذا العمل الذي أقدمت عليه. ثم إذا تفكر أيضاً الإنسان أن كل شيء بذله في رحلته فسيخلفه الله، والخلف في هذه الرحلة مضاعف وعلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، فنفقتك لها أجر عظيم وثواب عظيم كأجر نفقة المجاهد في سبيل الله، وخطواتك منذ أن تخرج من بيتك قاصداً بيت ربك فما تخطو خطوة إلا وتكتب لك حسنة، ولا تضع قدماً إلا حط عنك سيئة من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك. وإذا حلقت رأسك فلك بكل شعرة حسنة، وإن نحرت هديك
فلك بكل صوفة حسنة. وإذا وقف الإنسان بعرفة باه الله عز وجل به الملائكة وقال لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ثم يكرم عباده بمغفرة منه وبعطايا عظيمة في ذلك اليوم المبارك. ثم إذا ما طاف الإنسان وانتهى من مناسكه فله ذاك الأجر العظيم، وإذا ما رمى الجمرات فكما جاء في الحديث: فلك بكل جمرة رميتها كبيرة من الكبائر اقترفتها يسقط الله عنك وزرها. وإذا ما فارق الإنسان هذا المكان بعد أداء مناسكه يعود كما ولدته أمه. فأي رحلة تجمع لك هذا الخير كله؟ هذه المضاعفة، هذا التكفير، هذا التكريم من الله جل جلاله، هذا العلو في المكانة، أي رحلة ستجمعك بمكان ترى فيه آثار الأنبياء؟ المقام إن نظرت إليه فهذا أثر خليل رب العالمين على ذلك المقام الذي تنظر إليه، بل المقام والمكان الذي يذكرك بالجنة، وليس في الدنيا شيء نزل من الجنة إلا ما تراه بأم عينك هنا عندما تنظر إلى المقام وإلى الحجر الأسود، فإنها تذكرك بتلك الدار التي تبذل الغالي والنفيس علك تكون من أهلها. فإن نظرت إلى تلك اليواقيت من يواقيت الجنة فيزداد الشوق إلى الجنة، ويكون ذلك عوناً لك على أن تثبت على العمل الصالح، وأن تعاهد ربك في هذا المكان وأنت تنظر إلى يواقيت الجنة بأنك ستبقى على طاعته ومرضاته، طالباً منه أن يسكنك تلك الدار التي أعدها لعباده الأبرار. ويتفكر الإنسان في رحلته هذه كلما تحرك في هذا المسجد الحرام وكلما مشى يتفكر ويقول: هنا كان خليل الله إبراهيم، وهنا كان خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، هنا طاف الأنبياء، هنا طاف كليم الله موسى عليه السلام، وهنا طاف يونس، وهنا طاف إسحاق وإسماعيل وغيرهم، بل هنا تحرك جبريل عليه السلام ودرج على هذه الأرض والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كان الصديق، هنا كان عمر، هنا كان عثمان، هنا كان علي، هنا كان عبد الرحمن بن عوف، هنا كان أبو عبيدة، هنا كان سعيد بن زيد، كلهم كانوا هنا في هذا المكان، وها أنت الآن تتحرك في أماكن هؤلاء العظماء، هؤلاء الكبار، هؤلاء الذين خلد التأريخ ذكرهم، وها أنت تكرم لكي تكون عابداً لله كما عبدوا، وتطوف كما طافوا، وتلبي كما لبوا، وتذكر الله كما ذكروا، فتؤدي هذه الأعمال على أصدق ما تكون، ثم تدعو ربك بصدق أن يكون المحشر مع أولئك الرعيل، مع الأنبياء والصالحين والشهداء. والله جل جلاله لا يرد دعوة الحاج، والحاج له بشارة، له بشارة موعود بها من ربه جل جلاله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يقبل دعوة الحاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن تكون دعوتك أيها الحاج مستجابة عند الله، أن يكون استغفارك مستجاب عند الله، إن دعوت لنفسك واستغفرت، إن استغفرت لوالديك، إن استغفرت لمن تحب،
إن استغفرت لإخوانك، إن استغفرت لعباد الله فأنت موعود بالقبول، فلا تبخل على نفسك ولا تبخل على والديك ولا تبخل على أهلك ولا تبخل على جيرانك ولا تبخل على من قدم لك معروفا، لا تبخل على عباد الله، فإنه يقال ولك بالمثل. فلذلك هذا مكان الإنسان إن تفكر يجد أن الثانية إن ذهبت بدون ثمرة في هذا الطريق يعتبر أنه قد خسر وأنه مغبون. فإذا هذا البيت وما حوله وما فيه من الآيات العظيمة يحتاج أن نقف معها أن نرجع من هذا المكان بأعظم الغنم، بأعظم الغنم. لذلك لما كان الحجاج بهذه المكانة ويحظون بهذا الميدان الفسيح في الأعمال الصالحة، ولا يظن بإنسان جمع المال على المال وترك أولاده وعمله وتغرب إلا وهو صادق أن يحقق ما يرضي ربه جل جلاله وأن يكون صادقا. لذلك كان من سير السلف في هذا الباب أنهم كانوا إذا رجع الحجاج يقبلون بين أعينهم ويبادرون باستقبالهم ويطلبون منهم الدعاء، لأنهم جاءوا على أصفى ما يكون من النفس وأطيب ما يكون من الأعمال وأكثر ما يكون إقبالاً على طاعة الرحمن، وأن دعوتهم لا ترد. فلذلك يبادروهم قبل أن يخالطوا الأولاد والدنيا، فكانوا يفعلون ذلك معهم. فهذه معاني عظيمة أقول نحتاج أن نتفكر فيها، وما وقوفنا مع هذه الأحاديث إلا أن تفتح لنا مثل هذه الأمور وأن تبني لنا مثل هذه المفاهيم ليتسع، لأن الميدان هنا واسع والله للخيرات وعظيم أعظم مما يتخيله الشخص منا. وكلما ازداد الإنسان علما فتح له باب فيتعبد الله عز وجل به ويحوز على خير عظيم، بينما لو جهل ذلك وغفل عنه فاته ذلك الخير. فلذلك كلما ازداد الإنسان علما وبصيرة فتح له باب من أبواب الخير والغنم العظيم مع ربه سبحانه وتعالى. فلذلك كان العلم لا يعدله شيء، لا يعدل العلم شيء، لأن الإنسان بالعلم يستبصر كيف يعبد ربه، وبالعلم تفتح له أبواب للخير لا يدركها الجاهل، وبالعلم ينجز الأعمال على أحسن طريق فيكون أدعى إلى قبولها عند الله وأدعى إلى أن تضاعف لهذا العامل الحسنات. فالعلم لا يعدله شيء، فلا تفرط في العلم واجعل لك نصيبا منه. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، لا تكن الرابع فتهلك، وهو ممن يعرض عن طلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواض. الجعذري الإنسان الغليظ القاسي قاسي الطبع. إن الله يبغض كل جعذري جواض. الجواض هو الإنسان المتكبر، ومن أكبر ما يمنع الإنسان من التعلم الكبر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعذري جواض صخاب بالأسواق، صوته مرتفع في السوق يسمع الناس صوته، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. إذا جن الليل
من الجهد والتعب نام كالجيفة، وفي الصباح يدور على الدنيا كالحمار على الرحى. إن الله يبغض كل جعذري جواط، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فهذا صنف لا يحبه الله، لا يعرف شيئا في أمر دينه، لا يحرص أن يتعلم، لا يفرغ من وقته ليطلب العلم حتى يعمل ويقوم بالدين على هدى وعلى بصيرة. فهذا صنف يبغضه الله ولا يحبه. فلذلك ما اعتدته هنا في هذا المسجد وأنت تقضي من وقتك وتسمع وتتلقى، فاخرج من هذا البيت وقد عاهدت ربك أن يكون لك نصيب بطلب العلم طول حياتك حتى تلقى الله، وليكن لك هذا شيء تؤسسه في حياتك فهو خير لك. والله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا والله لا يستوون. فإذا يحرص الإنسان أن يطلب العلم ولو يجعل له وقتا مهما كان قليل، لكن القليل على القليل يكون كثير، والقليل يشفع لك بأن تحشر مع أهل العلم. فإن الإنسان كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنت وأبو بكر وعمر لكم درجات عالية في الجنة، وليس عندنا من الأعمال ما تبلغنا تلك الدرجات. قال: الرجل مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بهذا الحديث. فلذلك إذا جالس الإنسان حلق العلم وجلس مع أهل العلم وأحب العلم وأحب أهل العلم، فالحديث يقول أن ذلك سيكون عملا يقبله الله منك ويبلغك تلك الدرجات فيحشرك مع أهل العلم. فإذا هذه أيها الإخوة أقول وقفة نحتاج أن نذكر أنفسنا بها ونحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان الفاضل المعظم في هذا المسجد الحرام. فكلما كان الإنسان أوعى لذلك كان أقدر على أن ينجز مهمته على أحسن طريق. تفضل. حديث الثاني والثلاثون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه والإمام الحاكم في مستدركه، يرويه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله هو ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد أحد السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أبيه، وأحد العبادلة الفقهاء، وكان فاضلا حافظا عالما رضي الله عنه وأرضاه، وروى لنا عددا كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الحديث فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام، المقصود بالركن الحجر الأسود، والمقصود بالمقام هو مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو ذلك الحجر الذي طوله ذراع وعرضه ذراع وارتفاعه بمقدار ذراع، فهذا هو المقام.
والمقام كان دوره مع الخليل إبراهيم أنه بعد أن بدأ في بناء الكعبة وارتفع البنيان وتبين لنا أن خليل الله إبراهيم رفع بناء الكعبة على مقدار 9 أذرع، 9 أذرع، هذا بناء إبراهيم عليه السلام، وجعل للكعبة بابين في الأرض ملتصقين بالأرض، ولم يكن للكعبة سقف، ولم يكن للكعبة سقف، ولم يضع بين الأحجار لا طينا ولا جصا، وإنما بنى هذه الأحجار بعضها فوق بعض. فلما ارتفع البناء ولم يصل إلى ما فوق قامته، فاتخذ هذا الحجر وارتقى عليه ليكمل البناء، فعندما ارتقى عليه غاصت أقدامه في المقام، غاصت أقدامه في المقام. وقد جعله الله عز وجل من الآيات البينات في المسجد الحرام، وفي قوله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هنا وقف علماء التفسير في قوله عز وجل فيه آيات بينات بالجمع، ثم ذكر شيئا واحدا وهو المقام، فذكروا قولين. القول الأول أن الجمع هنا آيات، وأنه ذكر واحدا منها وهو المقام وسكت عن البقية. ومن المفسرين من قالوا أراد بالآيات البينات كلها في المقام، حيث أنه آية بينة في أن أقدام الخليل إبراهيم غاصت فيه، وأيضا آية أن ذلك كان على قدر القدم، وليس أن الحجر كله لان تحته، وإنما على قدر الحجر، وأن الله حفظه فكان آية. فقالوا إذن الحجر بما فيه هو مجموعة آيات، محل تفكر أنه جبل، أنه حجر صم، وأنه يلين تحت القدم، وأن لينه يكون فقط بمقدار القدم لا كله، وأنه يبقيه الله جل جلاله طوال هذه السنين، آلاف السنين، محفوظا في هذا المكان. قالوا فهذه مجموعة آيات، وأنه يبقى منسوبا للخليل إبراهيم أيضا قالوا آية. فقوله فيه آيات بينات، فمن المفسرين من قالوا ذلك كله في هذا الحجر، ناهيك عن الآيات الأخرى. واختصاص ذكر المقام، ولعلكم تذكرون عندما وقفنا مع الآية في سورة البقرة في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قلنا ينشأ سؤال بدهي، ماذا كان موقف إبراهيم من ابتلاء ربه بهذه الآيات؟ فيأتي الجواب مباشرة بفاء التعقيب التي تفيد الإنجاز على الفور، فيقول الله عز وجل فأتمهن، بمعنى أنه أنجز الابتلاء على أحسن طريق ونجح فيه. فينشأ عندها سؤال ثاني، الله هو الشكور، فبأي شيء كافأ الشكور خليله إبراهيم بعد أن نجح في الابتلاء؟ فيأتي الجواب مباشرة على السؤال الثاني، فيقول الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك، وكلمة جعل نكرر، إذا سمعت هذه الكلمة في القرآن منسوبة إلى الله فاعلم أن ما سيذكر بعدها
أمر كوني قدري له أثر عظيم في تدبير هذا الكون ومساره، كما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكما قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهنا الله يكافئ خليله إبراهيم بقوله قال إني جاعلك، أي سيكون ذلك أمرا حتما لا بد منه. إني جاعلك للناس، الناس على الإطلاق بدون تحديد أهل بلد وبدون تحديد أهل زمان وبدون تحديد قومية معينة وبدون تحديد أهل لغة معينة، بل قال إني جاعلك للناس إماما، ستكون إماما لهم. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فينشأ السؤال الثالث، كيف جعل الله جل جلاله صادق الوعد خليله إبراهيم إماما للناس؟ هذا سؤال، فيأتي الجواب مباشرة. فلما قلنا جعل ترتبط بأمر تدبير لمسار الحياة والعيش للناس، فيخبر الله أنه سيجعل إمامة إبراهيم عليه السلام للناس بالأمر القدري وبالأمر الشرعي. وما الفرق بين الأمر القدري والأمر الشرعي؟ الأمر القدري هو الأمر الذي تكفل الله به، فهو حاصل لا محالة ولا احتياج للناس في هذا الأمر، بل هو متحقق ولا يستطيع الناس دفعه، هذا الأمر القدري. والأمر الشرعي هو أن الله يتعبد الناس بحكم شرعي معين فيستجيب له أهل الإيمان، ومن خالفه وأنكره فهم أهل الكفر والعصيان. فالله عز وجل جاعلا إبراهيم إماما بالأمر القدري وبالأمر الشرعي. كيف يتحقق ذلك؟ مباشرة يخبرك الله في الآية في الآيات بعد هذا الوعد، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وهنا سبحان الله الأنبياء والأبوة، فأحب أن يكون أولا سلم بأن الله، ما قال يا رب كيف سأكون إمام، فهو يعلم أن الله إن قال حدث ما قال ووقع ما قال وتحقق ما قال، لأن الله أوفى الأوفياء وأصدق القائلين، والله هو القوي القادر. فلما أخبره الله بذلك هو ما سأل كيف، ولكن طلب أن يكون ذلك أيضا لذريته، فقال الله له، وهنا قضية العدل من الملك العدل، قال لا ينال عهد الظالمين، أي بمعنى سيكون في ذريتك يا إبراهيم من هو ظالم ومن ثم لا يستحق الإمامة. ولذلك بعد ذلك خليل الله إبراهيم في أمر الرزق لأهل مكة أخذ الدرس هنا، الأنبياء أزكياء النفوس وأذكياء عقول، فلما أخذ هذا الدرس العظيم عندما جاء وطلب الرزق لأهل مكة، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يقول يا رب أرزقهم فقط المؤمنين، وظن أنه خوفا من أنه يجاب، لو قال أرزق ذريتي خاف أنه سيجاب مثل الجواب الأول، فأعلمه الله أن الرزق غير الإمامة، فقال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي من كفر سيجد رزقه ولكنه يوم القيامة سيحاسب ويكون مآله إلى النار، بمعنى أن الرزق الله يرزق العباد كلهم،
الكافر والمؤمن. أما الإمامة ما يجعلها الله عز وجل إلا للمتقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهنا إذن كيف تحققت الإمامة لإبراهيم؟ قلنا بأمر قدري وشرعي. فماذا قال الله في القدر؟ يخبر الله أنه سيجعل الأمر القدري في المكان وفي الإنسان. كيف وماذا قال جل جلال؟ قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي جعلنا البيت موصوف بوصفين. الوصف الأول أن الله عز وجل سيربط بين عدد من قلوب عباده من زمن القول هذا للخليل إبراهيم إني جاعلك للناس إماما إلى يوم سقوط بناء البيت في آخر الدنيا. على مر التاريخ هذا كله لن يمر زمن إلا وسيكون من عباد الله من قلوبهم تتعلق بهذا البيت حبا وشوقا ورغبة، ويبذل الإنسان منهم الغالي والنفيس ولو فقد روحه، وأن يقصد بيت ربه. وهذا معنى المثابة. فالله يقول يا إبراهيم لكي تكون إماما فربك جاعل في قلوب عباد من عبيده شوق وميل وحب وشغف ورغبة عارمة في أن يقصدوا بيت الله. إن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هذه الأولى. الثانية وأمنا، أي أن الله سيحفظ هذا البيت ويبقيه ولا يستطيع أحد هدمه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالله سيعطف القلوب والله سيحفظ البيت. إذن هذا الأمر القدري، وهذا والله ما يجده الإنسان ويراه. وكم من المواقف التي يسمعها الإنسان ولا يسع الإنسان إلا أن يقول صدق الله الذي عطف القلوب. كم من إنسان عاصي، كم من إنسان منحرف، كم من إنسان لاهي، كم من إنسان معاند، كم من إنسان معادي. ويأتي موسم الحج وتجد ذاك الإنسان صاحب تلك المواقف في لحظة، ويجد في أعماق نفسه رغبة في أن يأتي بيت ربه للحج، وتقول كيف؟ لكنها إرادة الله. وهذا في حق هؤلاء. أما من عباد الله المؤمنين فحدث ولا حرج. وكيف أن الإنسان يقتر على نفسه وعلى ولده ويجمع، ثم يبذل بكل طيب نفس ويتحمل في أن يقصد هذا المكان، ويجد أنه عندما يعود يعتبر أنه غنم أعظم غنم في حياته، مع أنه قد يعود وهو لا يعود ولا بشيء ولا مليم مما جاء به، ويعتبر أنه أنجز من أعظم مشاريع حياته أنه قصد بيت ربه. فإذن هذا إخبار الله. طيب، إذن هذا البعد القدري. ما زال الإنسان يقول أين إمامة إبراهيم هنا؟ إمامة إبراهيم تأتي في الأمر التكليفي الشرعي، لأن الإمامة هو الإنسان المؤتم به، المقتدى به، المتأسى به، الذي يقتدي به الناس ويتأسى به الناس. والتأسي في ماذا؟ في أمر تشريعي تكليفي يكون بالاختيار لا بالجبر والإكراه. فلذلك يأتي الأمر التشريعي الذي ستبرز فيه إمامة إبراهيم، وهو قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي ستأتون بالجعل القدري عطف القلوب، وستجدون بيت ربكم، وستأتون بصدق الإيمان التكليف التشريعي وبنية الاتباع لخليل الله إبراهيم في حجه،
ولخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم في أدائه لنسكه: فإذا ما جئتم فإن من المشروع لكم أن تصلوا خلف حجر اسمه مقام إبراهيم. لذلك الإنسان يحرص أن يصلي خلف المقام وهو مستحضر هذا المعنى، وهو يقول: أنا عندما فعلت ذلك أنا آية تدل على صدق ربي جل جلاله وصدق قوله أن الله سيبقي إبراهيم إماماً، وها أنا أصلي خلف إمام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم الإمام. ويتفكر في هذا المعنى ويستحضر ويطلب من ربه ويدعو ربه وأنه جاء وصلى خلف المقام أن يكرمه الله بأن يحشر مع الخليل عليه السلام. والله رفع مقام إبراهيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مر على الخليل أين؟ في السماء السابعة، وهو متكئ واضع ظهره على البيت المعمور الذي لو سقط لسقط على الكعبة. ويقول ابن القيم: الجزاء من جنس العمل. رفع قواعد بيت الله في الأرض، فرفع الله مكانه حتى جعله عند البيت المعمور. فلذلك عندما يصلي الإنسان خلف المقام ليست فقط القضية واقفة السنة هنا أو غير ذلك، وإنما القضية أن الإنسان يستحضر هذه المعاني العظيمة، هذه الآية المبهرة: الله يعد خليله بأن يجعله إماما، وإمامته ستتجلى هنا من هذا العمل الصالح، الصلاة خلف المقام. وقد قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا. إذن هذه الأمة التي آمنت بالخليل إبراهيم عليه السلام هي من أولى الناس بالخليل إبراهيم عليه السلام، وهذا هو المعنى الرئيس الذي ستتجلى إمامة الخليل إبراهيم. ثم أداء هذه المناسك، إمامة الخليل ظاهرة فيها، رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا استحضار إمامته في مناسك الحج، يعلمنا أن الخليل إبراهيم جاءه جبريل يوم الثامن أخذه إلى منى وبات بها، ثم إلى عرفة، ثم إلى أن أدى المناسك، ثم هو صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك على الطريقة التي أداها إبراهيم عليه السلام، يعدل ويصوب ما غيرته قريش من حجة إبراهيم عليه السلام، لأن قريش كانت تحج والحج لم ينقطع أبدا حتى أيام الجاهلية، ولكن قريش غيرت، أول ما غيرت في التلبية فصوبها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غيرت في الوقوف بعرفة، فكانت قريش لا يخرجون إلى عرفة لأن عرفة مشعر حلال أي خارج حد الحرم، ومزدلفة مشعر حرام أي داخل حد الحرم، فكانت قريش إذا خرجوا مع الحجيج من منى إلى أن يصلوا إلى آخر حد الحرم يقفون، وبقية الحجاج يذهبون إلى عرفة ويقولون: نحن الحمس. ما معنى الحمس؟ بمعنى نحن أصحاب الدين، يعني نحن أهل البيت، نحن أهل الحرم، فلا نخرج إلى الحل. فيخرج الناس ويبقى قريش في الحرم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عرفة تناقش الصحابة فيما بينهم: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج مع الناس إلى عرفة أو يفعل كما كان قومه يفعلون؟ وانقسموا على قولين، منهم من قال سيبقى إلى حد الحرم، ومنهم من قال سيخرج مع الناس. فلما
وصل النبي إلى ذلك المكان، تجاوز حد الحرم متجها إلى عرفة، وقال هكذا فعل إبراهيم. وفي وسط عرفة والناس وقوف، مما غيرت قريش في الوقوف بعرفة أنهم كانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس بعد العصر وقبل أن تغرب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر وبعد أن بردت الشمس بعث عددا من أصحابه ينادون في الناس: ابقوا على أماكنكم، أجلسوا لا تنفروا. ما السبب؟ قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. إذن هو يربط الأمر بماذا؟ بخليل الله إبراهيم. وهكذا كان يعدل كل ما غيرته قريش وحرفته عن طريقة إبراهيم ويعيد النسك على طريقة إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أليست إمامة لإبراهيم عليه السلام؟ الجواب بلى، الجواب بلى. فالله وعد، قال: إني جاعلك للناس إماما. من الأذكار التي تشرع لنا كل صباح، فالإنسان إذا في الصباح فإنه أصبحت على دين الإسلام وملة إبراهيم عليه السلام كل صباح، فأنت تذكر ملة إبراهيم وتدين لله بها وتعلنها في كل صلاة. قبل أن تسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هذا كله تحقيق لوعد الله جل جلاله الذي قال لخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. فلذلك هذه هي الآية المبهرة التي أبقاها الله عز وجل للخليل. ثم ذكرت فائدة أحسب أنها عظيمة يتنبه لها الإنسان، وأن الله في هذا البيت أبقى فيه ما أيد به الأنبياء في المعجزة وفي الوحي. كيف؟ الله عز وجل يؤيد الرسول بالآية المعجزة المادية ليكون ذلك دلالة لقومه أنه رسول من عند الله، كما أيد الله عز وجل موسى في إرساله لفرعون بالعصا وباليد التي كان فيها مرض فيضعها في جيبه يخرجها بيضاء من غير سوء، آية جعلها الله لموسى عليه السلام، والعصا التي يضعها فتنقلب حية، آية لموسى، وكذلك الناقة لصالح، وكذلك سفينة نوح. فهذه آيات جعلها الله للأنبياء تأييدا لهم. والأمر الثاني يؤيدهم بالوحي الذي فيه حكمه وتشريعه للناس. إذا ما مات النبي تلك الآية المعجزة المادية تنتهي لأن دورها انتهى، وتبقى الآية المعنوية وهو الوحي، ما يشاء الله أن يبقى. في هذا البيت أبقى الله عز وجل الآيتين معا، فأبقى للخليل إبراهيم الإمام، أبقى له الآية المعجزة المادية وهي المقام، وما أبقى الله لأي نبي غيره آية مادية معجزة من بعد وفاته إلا للخليل إبراهيم. وأبقى للنبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، أبقى له الآية المعنوية وهو هذا الوحي، هذا القرآن. فحفظ الله جل جلاله في هذا البيت هاتين الآيتين، فمكة مهبط الوحي القرآن، ومكة محل هذه الآية الإعجازية المادية التي هي للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه معاني عظيمة.
ذلك هذا البيت لعظمته ربط بالخليلين، ربط بالخليلين. فلذلك هنا نجد معالم من إمامة إبراهيم عليه السلام، وهذا كله نتعبد لله عز وجل به على أنه شريعة من شريعة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه ما علمنا ذلك إلا عن طريقه، ولا تعبدنا لله عز وجل به إلا لأنه أرشدنا لذلك. فالذي جاء إلى هذا البيت في حجة الوداع وطاف، ثم جاء عند المقام قرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى هو صلى الله عليه وسلم خلف المقام. فنحن نفعله على أنه شريعة من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نعلم أنه متحقق به إمامة خليل الله إبراهيم عليه السلام، ونؤدي مناسك الحج على هذه الطريقة النبوية للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن في أدائنا لهذه الفريضة على الطريقة النبوية المحمدية هو أيضا من إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه المعاني بهذه الطريقة هي سترفع الأجر، لأنك أنت تتعبد لله بهذا الاتباع، وتتعبد لله بالإيمان بأن وعد الله الصادق تحقق، وهو إمامة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهم أهل الإسلام الأوفياء يؤدون النسك على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت موافقة للطريقة الإبراهيمية. ومن هنا فسر العلماء الأحناف بأنهم هم الحجاج، فيطلق هذا اللقب الحنيف على الحاج، والحنيف هو متبع ملة إبراهيم، والله عز وجل أمرنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع وأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، بل أمر جميع الأنبياء من بعد إبراهيم وجميع الأمم من بعد إبراهيم عليه السلام أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فإذا هذا البيت يذكرنا بهذا العلم العظيم. فهنا الحديث يقول سلم: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. ومن مكانة إبراهيم أنه هو النبي الذي أنزل الله عليه شيئا من الجنة وأبقاه في الأرض، فالمقام كان لإبراهيم عليه السلام وارتقى عليه، والحجر الأسود أنزله جبريل لخليل الله إبراهيم ليضعه في ركن الكعبة، فهو أيضا من مكانة الخليل إبراهيم عند الله جل جلاله أنه أنزل عليه هذه اليواقيت التي هي من يواقيت الجنة، وأبقاها هنا في هذا البلد الأمين المؤتمن على ما أودع فيه من ميراث إبراهيم، وجعل هذا الميراث، وهنا نعي، جعل هذا الميراث سبباً في بقاء الدنيا. فما دام هذا الميراث هنا فالدنيا باقية، وإذا ذهب ميراث إبراهيم من مكة شرفها الله فعندها انتهت الدنيا للناس كلهم بلا استثناء. فهذا ميراث الخليل: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، أي كان لهما إضاءة عظيمة، كما قال هنا في الحديث: ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، يعني أشد من ضوء الشمس، ولكن الله طمس نورهما، لأنه لو كان الأمر باق على ما كانا عليه في الجنة ف
فإن ذلك سيؤدي إلى إيمان كل الناس، والله أراد أن حكمته اقتضت أن يكون نظام هذه الحياة على حكمة الابتلاء، على حكمة الابتلاء، فلذلك طمس الله نورهما ليبقى الإيمان بهذا الأمر إيماناً بالغيب لمن آمن بالله جل جلاله. قال: ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. فإذا نحن نؤمن بأن الحجر الأسود والمقام حجرين كريمين من أحجار الجنة، ونؤمن بأن الله طمس نورهما، وأن الحكمة لعلها أن يكون الإيمان من عباد الله المؤمنين بهذا الأمر على الغيب، وهو أحد الأصول التي يقوم بها هذا الإيمان ويصدق في قلب العبد إيمانه بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذا من الإيمان بالغيب. أيضا فضل البلد الحرام، إذ فيهما هذه اليواقيت من الجنة، وأن ذلك ليس في غيرهما، وكذلك فضل الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أكرمه الله وأنزل عليه هذين الحجرين من الجنة، وكذلك فضل هذه الأمة التي أكرمت بهذه العطايا ومكنت من هذا الخير العظيم، ثم الغنيمة لمن وفق لذلك وأكرم. تفضل. الحديث 33 عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. الحديث. حديث أبي ذر رضي الله عنه، يروي هذا الحديث المتعلق بالإسراء والمعراج، وذكر في الأربعون المكية لما جاء فيه في أمر زمزم، وأشعر بفضله ومكانته، لذلك ذكر في هذا المتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرج سقفي وأنا بمكة، وكان ذلك قبل هجرته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وهنا اختلف العلماء متى كان ذلك، هل كان في السنة السابعة من البعثة أو السنة الثامنة من البعثة، فهو محل خلاف بين أهل العلم. قال: فرج سقفي وأنا بمكة، وكان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هاني، في بيت أم هاني. قال: فنزل جبريل عليه السلام أمين الوحي، وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ففرج صدري، أي شق صدري. قال: ثم غسله بماء زمزم، أي غسل صدره بماء زمزم. وهذا الأمر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فثبت أنه حصل له ذلك وهو ابن عشر سنين، وهو ابن عشر سنين حصل له ذلك وعند حليم السعدية، وكانت الحكمة في المرة الأولى كما جاء في النص لإخراج حظ الشيطان من نفسه، فلم يبقى للشيطان فيه نصيب، فكانت هذه المرة الأولى لشق صدره وإخراج العلقة التي في صدره، فلم يبقى للشيطان فيه نصيب. وأيضا ورد أن ذلك حصل قبل نزول الوحي عليه، والتعليل هنا لتكون الملائمة في تلقي هذا الكتاب وهذا الوحي. ثم كانت المرة الثالثة
في ليلة الإسراء والمعراج ليتهيأ لملاقاة الملأ الأعلى الملائكة، وأن يرى الملأ الأعلى الجنة، وأن يسمع من كلام ربه سبحانه وتعالى. فهذه المرة الثالثة هي التي في هذا النص. فيقول: فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. كل ذلك إذن تهيئة له صلى الله عليه وسلم لملاقاة الملأ الأعلى. قال: ثم أطبقه، أي لأم ذلك الشق، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. فهذا الحديث، هذا الحديث الإنسان يأخذ منه حقيقة قضية الإيمان بالغيب. وهذا النص على قدر ما رب الإنسان في نفسه وتيقن من خلال الآيات البينات بكمال قدرة ربه جل جلاله، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيتلقى المؤمن هذا النص بكامل القبول والتسليم، لأن الذي خلق الإنسان من عدم وأوجدك بعد أن لم تكن شيئا، والذي خلق الأرض والسماوات، والذي يميت ويحيي، أيعجزه أن يشق صدر إنسان ثم يعود؟ هل يعجزه ذلك؟ والله لا يعجزه. من نرى آيات كمال قدرته في هذا الكون في كل شيء، في السماوات في انتصابها بدون عمد، وفي بقائها هذه المدد الطويلة، وفي هذه الأرض وما خلق الله فيها، وفي هذا الإنسان والعجب في خلقته، وهذه المخلوقات، من آمن بأن الله خالق ذلك كله هل يصعب عليه أن يؤمن بمثل هذا النص؟ الجواب لا. فيتلقى المؤمن هذا الخبر الثابت بهذا القبول وبهذا التصديق وبهذا اليقين، ويسلم لهذا الأمر. فإذن الحديث فيه هذه الآية المبهرة، وفيه دلالة أيضا، دلالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبرهان على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ونأخذ الشاهد منه هنا فضل ماء زمزم الذي اختاره الرب جل جلاله واصطفاه ليكون هو الماء الذي يغسل به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهيأ لملاقاة الملأ الأعلى. فإذا هذا فضل ماء زمزم، وكذلك أنه علامة من علامات نبوته. وعرفنا الحكمة من هذا الفعل، وهو حتى يتحقق التأهل لملاقاة الملأ الأعلى، الملأ الأعلى. وكان السلف من أهل مكة شرفها الله، كان من عادتهم أن من مات من أهليهم إذا ما غسلوه يجعل الغسلة الأخيرة من ماء زمزم، وهذا فعلته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، بنت الصديق، مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعد موته، فإنها أمرت بأن تكون آخر غسلة له بماء زمزم. وكذلك كما قلت، هذه كانت عادة وعرف تعارف عليه أهل البلد الحرام، فإنهم يغسلون موتاهم بماء زمزم في آخر غسلة من غسل الميت،
ولذلك عقب الإمام الفاكهي رحمة الله عليه في كتابه تاريخ مكة قال: وأهل مكة على هذا إلى يومنا، أي إلى يومه هو عندما وضع كتابه، قال: يغسلون موتاهم بماء زمزم، إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه جعلوا آخر غسلة بماء زمزم تبركا به. فإذا هذا ماء زمزم، وهذا من بركته، من البركة بهذا الماء هذا الفعل الذي ورد هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الماء. نعم. حديث 34 عن أبي ذر رضي الله عنه في خبر إسلامه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سفخة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. طيب، حديث أبي ذر رضي الله عنه سبق الإشارة إليه في أول الوقوف على هذه الأحاديث، وهو يروي قصة إسلامه، وقلنا أبو ذر هو أبو ذر الغفاري، وهو من غفار، وغفار ديارهم في شمال مكة، في شمال مكة بين يعني حدود الحرم وعسفان، تلك ديارهم، فكانوا هناك. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبعث، بدأ خبره ينتشر، فبلغ أبا ذر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل أخا له لانشغاله، وطلب منه أن يتفقد ويسأل عن خبر هذا الذي يزعم أنه نبي. فذهب ورجع إليه وأخبره أنه يأمر بحسن الخلق والإحسان للفقير وإطعام الطعام وغير ذلك من هذه الأمور. فما أقنع أبا ذر رضي الله عنه، فقرر أبو ذر رضي الله عنه أن يفد لمكة وأن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك الفترة كانت وقت يعني قريش على أشد ما يكون في الوقوف ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترصدون على من يلقى ويجالس من، ومن علموا أنه جلس معه يعاقبوه. فمن كان من أهل قريش إن كان من أشرافهم قالوا نسقط تجارته بحيث تكون تجارته كاسدة، فلا يبيعون له ولا يشترون منه، يأتي بالتجارة ما حد يشتري منه حتى يترك دين محمد، وإن كان من العبيد يعذبوه حتى يترك دين محمد عليه الصلاة والسلام. فكان هذا فعلهم. فجاء أبو ذر في ذلك الظرف لهذا، وقد وعى هذا الأمر وبدأ يسمع من مجالس الناس والتهديد لكل من يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تهيب أن يسأل، مجرد أن يسأل أين هو، وبدأ يترقب عله أن يلقاه قدرا، فيقول: ما تمكنت من الوصول إليه إلا بعد كم؟ بعد 30 ليلة، بعد 30 ليلة وهو باقي هنا، وبعدها تمكن من اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من كان يطعمك طوال هذه المدة؟ هل في نزلت ضيفا على أحد؟ أو عندك أموال تشتري؟ فماذا أجاب؟ قال: قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، 30 ليلة بنهارها ليس له طعام إلا أن يشرب من ماء زمزم. ثم قال: فسمنت
لأن الذي لا يجد أكل يسمن ولا يضعف؟ يضعف جسده. ماذا قال أبو ذر؟ ماذا أثر فيه ماء زمزم؟ قال فسمنت، بل وصل السمن إلى ماذا؟ أن يكون بطينا، يعني له بطن. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. ما معنى تكسرت عكن بطني؟ أي أنه أصبح بطينا، فإذا جلس أصبحت بطنه تتثنى من شدة السمن. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع ولا أي شعور بالجوع. وقد بقي كم؟ 30 ليلة، 30 يوم، 30 يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، أي ماء زمزم، ماء مبارك، وهذا من البركة. ولذلك تذكرون قلنا من خصائص البيت أنه مبارك، والبركة تأتي على معنيين. المعنى الأول الثبات، ولذلك يقال برك البعير بمعنى ثبت في مكانه، وتأتي البركة بمعنى النماء والزيادة. فهنا مباركة بمعنى أنها نمت في جسده وزادته قوة وحققت له الشبع وما شعر بالجوع. فقال إنها مباركة، إنها طعام طعم، طعام طعم أي طعام يشبع. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول كنا، يعني كان أبو طالب أبوه يقول كان فقيرا وكان كثير العيال، وكان يستعين على إطعام ولده بزمزم. إذا لم يجدوا طعام بعثهم إلى زمزم، أو رسل أحدهم يأتي بزمزم ويشربون منه ويكتفون بماء زمزم. فإذن هي مباركة، فهي طعام طعم، فإذن تكفي لمن شربها، فإنها تسده عن الجوع. ولذلك هذا خبر صدق أبو ذر رضي الله عنه يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول ابن القيم شاهدت من يتغذى به، أي ماء زمزم، الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر وأكثر، ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما، 40 يوم ليس له إلا زمزم، ويقوم ويتحرك ويصلي ويطوف ويفعل كل هذه العبادات وليس له إلا زمزم. فهذا ابن القيم رحمة الله عليه يخبر ذلك، والخبر في ذلك كثير عن عدد من السلف في أن زمزم طعام طعم. ولذلك من أسمائها الذي يذكر أنها شباعة، أي أنها تشبع. فمن أسماء زمزم أنها شباعة، وكان يقال لها شباعة العيال، أي أنها تشبع، وكانوا كما قلت يعني تعينهم على إطعام أولادهم، وهذا منذ أيام الجاهلية، منذ أيام الجاهلية. نعم. الحديث 35. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله عليه الصلاة والسلام. زمزم ماء مبارك في هذا البيت المبارك وفي هذا البلد المبارك، وبركته أنه هزمة جبريل عليه السلام وسقيا إسماعيل، ونحن نعلم قصة نبع هذا الماء عندما وضع الخليل إبراهيم هاجر أمنا عليها السلام في هذا المكان، ومعها ابنه إسماعيل، وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فكانت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء
وترضع رضيعها من لبنها الذي يدر بسبب هذا التمر والماء الذي تأكله وتشرب. ما هي إلا أيام قليلة انتهى التمر وانقطع الماء، ثم قامت بعد أن رأت رضيعها وهو يبكي من الجوع حيث جف اللبن في ثدييها ولم يبق هناك لبن لإرضاع ولدها، فبدأ يبكي من الجوع إسماعيل عليه السلام، فقامت تبحث علها، بمعنى أنها كانت في تلك المدة السابقة ما تحركت من مكانها خوفا، ولا أحد في ذلك المكان، فبقيت في مكانها تأكل وتشرب وترضع طفلها. فبعد أن انتهى قامت تبحث عما كأنها وقفت تنظر، فإذا بأقرب جبل منها هو جبل الصفا، لأن من يريد أن يرى مسافة أبعد يحتاج أن يرتقي إلى شيء عالي، فاتجهت إلى الصفا وصعدت عليه تنظر من كل جهات علها أن ترى أثرا لما أو لأحد تستغيث به، ما وجدت شيئا، فاتجهت نظرت فوجدت أقرب جبل آخر يبعد عن هذا الجبل هو جبل المروة، فنزلت من مكانها واتجهت نحو جبل المروة، حتى إذا نزلت في وسط الوادي سعت، أي بمعنى جرت علها أن تصل بسرعة إلى الجبل الثاني، فقد تكتشف إذا ما صعدت إليه شيئا يدلها على ماء أو أحد يغيثها، فوصلت إلى المروة وصعدت وبدأت تنظر يمنة ويسرى، ما وجدت شيء، رجعت إلى الأول كأنها تقول لعلني ما نظرت بصورة صحيحة، فرجعت إلى الجبل مرة ثانية وفعلت ذلك، وهكذا تكرر فعلها سبع مرات. وفي المرة السابعة سمعت عند مكان إسماعيل صوتا وحركة ليست هي حركة الطفل الرضيع، فقالت لنفسها صهن، لأن الإنسان، وتخيل إنسان مجهد ويجري، فيكون صدره يصعد وينزل ونفسه يتردد ويكون له صوت، فتقول لنفسها صهن، أي تسكت نفسها خوفا من أن هذا الصوت قد يحرمها أن تسمع صوت إنسان فتستغيث به، ثم قالت إن كان عندك غواث فأغثنا، ثم جاءت إلى مكان ولدها فوجدت الملك جبريل عليه السلام وسألها، وفي بعض الروايات قال لها من أنت؟ يطلب منها أن تعرف بنفسها، فبماذا أجابت؟ ولنا أن نتخيل أنها امرأة تركها زوجها مع طفلها، ثم يذهب ويتركها في هذا المكان الموحش، هل إن سئل ستذكره؟ فعندما سألها جبريل قال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر، قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم، وكأنها في نفسها بعد أن عاشرت إبراهيم وهي امرأة خرجت من بيت أفجر رجل في ذلك الزمن الذي أراد أن يتعدى على عرض إبراهيم بالباطل وأن ينتهك عرضا حراما، فخرجت تلك الجارية من ذلك البيت، فماذا يظن؟ أنها ستتربى في بيت هذا سيده، خرجت من ليدخلها الله بيت أبرك بيت، بيت الخليل إبراهيم، فانظر ماذا غير في فكرها وإيمانها وعقلها،
ولذلك سبحان الله على طريق الخليل من أمرك بهذا؟ قال الله. قالت إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. وفية لزوجها، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. من الذرية التي مكلفة بذلك؟ رضيع يحمل. الله يخبر في كتابه عن نجاح هاجر ووفائها أنها ربت رضيعها على مقصود زوجها وهدفه. النبي الوحيد الذي يوصف في القرآن بهذا الوصف بقول الله عز وجل عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة. ليس أنها ربته فقط أن يصلي، بل أن يربي على الصلاة. إذا النجاح للأم التي ربت على ذلك. ولذلك يقول أبو هريرة، يصف قريش بهذا الوصف وينسبهم إلى هذا النسب: يا بني ماء السماء. ما معنى هذا الوصف؟ لأن ماء زمزم بركة بفضل الله جل جلاله وبهزمة جبريل عليه السلام، لذلك هو ليس كبقية المياه. وهاجر لما نبع لها ماء زمزم ما عندها سواه، فكانت تشرب منه فيكفيها عن الطعام وعن الشراب، فدر اللبن بسبب ذاك الماء فغذت إسماعيل وقوي جسده، فلذلك كان ينسب ولد إسماعيل بهذه الكلمة: بنو ماء السماء، يا بني ماء السماء. فلذلك سألها قال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. وكأنها تقول: هل في الدنيا أحد ما يعرف إبراهيم؟ مع أنه الذي وضعها في هذا المكان، لكنها تعلم أن إبراهيم ليس الإنسان السفيه، إبراهيم ليس الإنسان القاسي، إبراهيم الإنسان الصادق، إبراهيم الإنسان المؤمن المخلص لربه الذي يستجيب لأمر ربه عز وجل. عرفت ذلك، فلذلك هي تعرف وهي في تلك الحال: أنا هاجر أم ولدي إبراهيم. فقال لها: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، وإنها هنا بيت الله سيبنيه هذا الغلام وأبوه. فإذن عندها نبع ماء زمزم، وضرب جبريل بجناحه في الأرض فنبع الماء، فإذا بهاجر عليها السلام تحيط هذا الماء خوفا مما أصابها من الظمأ وخوفا على رضيعها، فكانت تحوض الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو لم تحض على زمزم لكانت زمزم عينا معينا، عينا جاري. ثم هذه المرأة أدارت هذا الماء في هذه المدينة التي ليس فيها سبب عيش إلا هذا الماء الذي نبع. فعندما جاءت جرهم وطلبوا أن يجاوروها أذنت، قالت: بشرط ألا يكون لكم حق في الماء، هو لها، وتعطيهم منه وتدير هذه السقاية لزمزم عليها السلام. ونجحت في ذلك وجاورتهم وهي امرأة في مقتبل عمرها، وجاءت الشهادة بعفافها مع غيبة زوجها، فهو يقوم بتلك الأوامر التي أمر بها: بلاغ هذا الدين ومكافحة أهل الجاهلية، وزوجه هنا ترعى ولده، وكان يأتيهم زائرا كما في حديث أبي جهم وحديث علي الذي حسنه الحافظ ابن حجر، كان يزورهم في كل شهر مرة، يأتي على البراق في الصباح ويقيل في الشام مجرد ساعات، يأتي إلى تركته هنا بمكة
ويتفقدها ثم يعود إلى الشام. فهذه نشأة زمزم الماء المبارك، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية مع بقاء البيت، فقال عن زمزم: لا تجف ولا تذم، لا تجف لا تنقطع، قد يقل ماؤها لكنها لا تنقطع، لا تذم لا يذمها مؤمن ولا يذمها إلا منافق، لا يذم زمزم مؤمن لا يذمها إلا منافق. فلذلك وهي أحد الضمانات القدرية لأهل الحرم في مقابل الجوع، فعندهم ماء سيغنيهم عن الطعام والشراب. وهكذا إذا كان الناس أيام الجاهلية كما يقول ذلك علي عن أبيه أبو طالب، فكانوا يتعاملون مع زمزم بهذا الأمر، واضح؟ فهنا النبي عائشة أم المؤمنين تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان يشتاق لماء زمزم، فبعث إلى سهيل بن عمرو أن ابعث لنا من ماء زمزم قبل إسلامه، لعلمه بما كان عليه، وهي أمور كان عليها أهل الجاهلية في أمر الكرم، وأهل الجاهلية أيضا في أمر التعامل مع الحرم، فكان من دخل الحرم يؤمن ولو كان قاتلا، كانوا يؤمنوه. ذلك كان عمر يقول لو أن ابن عمر يقول: لو أني لقيت فيه قاتل أبي عمر ما بدهت، أنا ما آتي أمامه لأفزعه حتى يشعر بالأمن. وكان أهل الجاهلية يخرجون يقصدون هذا البيت، ومعهم الهدي يقلدون الهدي، فإذا كان مع الرجل الهدي مقلد، أي عليه علامة تدل أنه هدية لبيت الله، لا أحد يتعرض له حتى يصل إلى الحرم، والهدي لا أحد يمسه أبدا، بل إن صاحبه قد يتيه في الصحراء ويصل إلى درجة الموت ولا يذبح ذلك الهدي ويأكل منه، لأنه هدي لبيت الله الحرام. وإذا أنجز الإنسان حجه يحمل عودا من أشجار الحرم يعرفه العرب أن هذا من شجر الحرم كالإذخر وغيره، ويحمله معه يضعه على صدره، فيكون سببا لتأمينه إلى أن يدخل بيته، ولو يمر على أحد بينهم وبينهم قتال أو غير ذلك في قصاص أو غيره، ما أحد يمسه ما دام هو راجع من الحرم حتى يصل إلى بيته. فكل ذلك كان مما بقي عندهم من ملة إبراهيم عليه السلام، مما بقي من ملة إبراهيم. فهنا إذن هنا أم المؤمنين عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هي كانت تحمل من ماء زمزم معها إلى المدينة، أنه كما قلنا بعد الفتح ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يسكنوا مكة، ليبقى لهم ماذا؟ أجر الهجرة، لأن مكانة الهجرة مكانة عظيمة، مكانة بعد النبوة، فلذلك لما كانت لهم تلك المكانة فلو رجعوا وسكنوا مكة لتوقف لهم أجر الهجرة، فما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بمكة أكثر من 3 أيام بعد الحج ثم يفارقوها إلى المدينة. فلذلك عائشة تخبر عن نفسها أنها كانت إذا جاءت إلى مكة لعمرة أو حج وأرادت الخروج من مكة تحمل معها من ماء زمزم، وتعلل ذلك وتبين أن ذلك الفعل ليس من عند نفسها، وإنما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أي يحمل معه من ماء زمزم ويخرجه، ولذلك ماء زمزم إذا خرج من مكة هو باق على ما فيه من البركة والصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
حديث 36 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. أيضا هذا حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماء زمزم، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض. هل هناك ماء مستثنى؟ لا. إذن زمزم أفضل من أي ماء على وجه الأرض كلها بلا استثناء، فلا يقدم عليه ماء في الخيرية وفي الأثر على صلاح هذا الإنسان بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يتعامل الإنسان مع زمزم بهذه النصوص ويعطيه هذه المكانة، فهو خير ماء على وجه الأرض كلها ماء زمزم، فيه طعام من الطعم، فإذا هو طعام مشبع، وفيه شفاء من السقم، فلمن صلحت نيته فيكون زمزم شفاء لما نزل به من مرض، لما نزل به من مرض. فزمزم تشبع شاربها وتغنيه عن الطعام، وتكون شفاء لمن شربها بنية الشفاء، وذلك على قدر ما في قلب هذا الإنسان من اليقين بصدق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يكتمل هذا اليقين في قلب الإنسان وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين الذي لا يقول إلا الحق وما قاله حق عليه الصلاة والسلام، وأنه قال هذا القول، فإذا تعامل الإنسان مع هذا الماء بهذا اليقين فعندها سيكون له زمزم شفاء مما نزل به من مرض. وهو أيضا يدل على بركة زمزم وعلى فضل البلد الحرام الذي جعل الله عز وجل فيه هذا الماء المبارك، وهو أيضا يدل على فضل الخليل إبراهيم عليه السلام وفضل ابنه إسماعيل وفضل أمنا هاجر عليها السلام التي أكرمها الله جل جلاله ونبع هذا الماء لابنها ولها، وهذا من شكر الله، والله عز وجل هو الشكور، والله سبحانه وتعالى يكافئ عباده. ولذلك أيضا هنا نتذكر يعني هذا السعي الذي كان هو سعي هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، انظروا إلى شكر الله كيف شكر صنيع هذه المرأة، فعبد الرجال والنساء الكبار والصغار الوجهاء والأغنياء والرؤساء وغيرهم، عبدهم آلاف السنين، مليارات من هؤلاء الناس عبدهم بأن ينجزوا هذا النسك، بأن يتحركوا حيث تحركت هاجر عليها السلام. ولذلك قد يقول قائل: ماذا أعطى الإسلام، ماذا أعطى الدين للمرأة، كيف كرم الدين المرأة؟ نقول: تعال إلى مكة لترى أي إكرام أكرم الله عز وجل به المرأة يوم أن كانت على هذا الإيمان الصادق، ويوم أن كانت وفية لزوجها، ويوم أن كانت حافظة لعرضها، ويوم أن كانت متوكلة على ربها جل جلاله، ويوم أن كانت تقوم بالأسباب ليست متواكلة، يوم أن كانت بتلك الصفات، فالله عز وجل حفظ صنيعها وعبد الرجال والنساء، ليس لأمة واحدة وليس لقرن واحد ولا لجيل واحد، بل عبد الرجال والنساء آلاف السنين أن يتحركوا حركة تلك المرأة المؤمنة. هذا هو الله، وهذا هو الشكور، وهذا صنيعه مع من قام بالأمر بحقه
وهكذا كافأ الله عز وجل المرأة، فهل تفتخر كل امرأة بمثل هذا؟ وهل يؤدب الرجل امرأته ويذكرها بمثل هذا؟ وهل نعلم نساءنا كيف يقفون أمام كل الشبه التي تقدم لهم، وكأن هذا الإسلام هضم حق المرأة، فنقول لهم هل لا ننظر إلى مكة إلى هذا السعي؟ ما هي ذاكرته التاريخية؟ بأي شيء ارتبط هذا السعي بامرأة كانت أمة حتى لم تكن حرة في الأصل، ولكن عندما انتفعت بتعليم الخليل إبراهيم يوم أن دخلت في بيت الخليل إبراهيم واستجابت لذلك الأمر وقامت بتلك الأعمال، فالله عز وجل شكر صنيعها ليكون ذلك معلما إلى يوم القيامة، تقف معه كل امرأة إذا ذكر لها ماذا أعطاك الإسلام تقول ما أعطى أمنا هاجر. فإذن هذه معاني عظيمة، وهذا درس كبير يتعلمه الإنسان هنا ويأخذه وتتربى عليه خصوصا النساء يتربون على هذا الدرس، وكذلك الرجال ليعلمون أيضا أن من قدم لله جل جلاله سيرفعه الله ولو كان امرأة، فالله عز وجل رفع من قدرها. فإذا هذا الماء المبارك الذي هو خير ماء، فندين لربنا جل جلاله وندين لخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الماء هو خير ماء على وجه الأرض. ثم طبعا هناك مواقف كما قلت كثيرة من فعل السلف الصالح في الاستشفاء بماء زمزم، يعني يتقدم ذلك فعل ابن عباس رضي الله عنهما، فكان إذا يعني نزل به مرض يشرب من زمزم ويقول عند شربه رضي الله عنه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فهذه من دعوة ابن عباس إذا شرب زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه عندما جاء إلى مكة يقول: نزل بي عدد من الأمراض ولم يكن عندي دواء، قال: فكنت أستشفي بماء زمزم، آخذه وأقرأ عليه سورة الفاتحة، قال: فذهبت أسقامي وبرئ. وغيره كثير ممن نال من زمزم، سواء كان ما طلب من خير الدنيا وما طلب أيضا من شفاء المرض الذي نزل به. فإذا هذه صور متكررة، والله عز وجل كما قال بعض العلماء يعطي الصادقين ويمتحن المجربين. إنسان لا يشرب زمزم يقول أجرب، الذي يجرب وفي قلبه شك فلن يتحقق له ذلك، وإنما الأمر مرده إلى اليقين وإلى التعامل مع الخبر بالتصديق، فعندها سينتفع الإنسان بهذا الماء ويتحقق له هذا الموعود. نكتفي بذلك ونكمل في الغد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.